السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نشوف مع بعض آخر تحديثات شركة مايكروسوفت بالنسبة للكودات. عندي نقطتين مهمين هنتكلم فيهم. أول نقطة وهي مكان الكود الجديد. هنروح على Visit Lair Educator Center اللي هو الموقع الجديد، وبنضغط Continue. هيفتح لنا زي ما حضراتكم شايفين الموقع الجديد. بنروح على الصورة وبتضغط على بروفايل أو الملف التعريفي الخاص بالمعلم. بنروح تحت على Achievement اللي هي الإنجازات باللغة العربية. يديني هنا Redeem Your Code Now. بنضغط بنضع الكود الجديد. دي بالنسبة لو حضرتك عندك كود وحابب تضيفه. طيب بالنسبة لو أنا حابب انا اصمم كود او انفذ ورشه تدريبيه كمدرب معتمد وحابب يكون عندي كود، بنبدا زي ما اتعودنا على نيو تريننج، نضغط عليها. بعدين بيديني بالتفصيل بيانات الورشه التدريبيه او التدريب، وانا بنفسي اللي بختار الكود. هنلاقي هنا الاتشيفمنت كود، هتختار الكود اللي انت حابه تكتبه. انا مثلا هكتب هنا A، بعدين هكتب MMM، اي ارقام حضرتك حابب تضعها مفيش اي مشكله، في النهايه تلاقيها موجوده في مكانها. ان شاء الله تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.